السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغرب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. دائما مع قصص المجتمع المغربي، وهذه المرة قصة مؤلمة جدا. أحد الأشخاص المسنين يعيش كما تشوفوا معنا حياة مزرية، يعني معاناة صعيبة صعيبة بزاف. هاد السيد هذا اللي كما تلاحظوا معنا الان هو يعني تلقينا نداء من العمال ديال المنطقه القريبه من محطه ديال ولاد الزيه بمدينه الدار البيضاء. هاد السيد هذا اللي كما كتلاحظوا معنا الان هو سميتو صالح كلاوش، يعني هاد الشخص هذا الاسم ديالو صالح، قادم من مدينه مراكش. هذه 30 سنه هو كيعيش في المحطه الطرقيه ولاد زيان، لكن الان صراحه الحاله ديالو متدهوره جدا. الناس العمال اللي كاين اللي غتشوفوا معنا، نتمنى انكم تتابعوا معنا القصه باش ما نحرقوش القصه، نتمنى انكم تتابعوا معنا القصه. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. هاد السيد هذا اشنو عنده خويا؟ هاد السيد السيد اخويا راه جاي شحال هادي هو هنايا، عنده واحد المحل من داخل. كيفاش مسكين في الموند هادي؟ كيفاش شحال هادي مسكين هو؟ كيفاش هنايا وكيعاني الشتا والبرد، الشتا والبرد. ومرا دابا تقريبا شي شهر ونص ديال الشمرة ديما دوزنا لي عنده واحد اختصاص هنايا، ديما عنده قلب من فوق عروقة ديال رجليه بوشيه ديال الميليس، دينا الميليس الباع دينا الميليس ودخلناه سير دير تصاور دير هادي دير هادي. درنا ليه واحد 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 التصاور، درنا له درنا واحد الاشعه، درنا له داك التخطيط ديال القلب، صيفطونا قال لك سير دير لي واحد الراديو 16000 ريال درناه. ملي جينا عنده درنا له النتيجه قال لك سير عند ديك الطبيبه ديال العروق هي اللي بقات في الاخر. هادشي راه من الصور حتى ثلاثة الصباح، حنا غير من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا. ورقه كتمشي كتشوفها لك كتقول لك سير عند هذا وعاد تمشي عاد تستنى النوم، تسنى الصباح تسنى الصباح باش يطلع لك ورقه. مشيتي خلصتي كتجي كيقول بلاتي تسنى انت يلاه كنت يلاه كنتي عندهم هذا يلاه كنتي في البيرو كيقول بلاتي تسنى تجي عاوتاني كتلقى الدنيا عامره كتلقى الدنيا عامره مور انا غادي مرة. وصلنا لعند هذيك مولاتي اللي قالت لك العروقه، مشينا لعند الخونه ديال العروقه قلباتو قالت لك هذا خاصو يدير هذا الراديو ب 5000 درهم ما عندوش الرامي، لا ما عندوش الرامي قالت لك خاصو يدير هذا الراديو هذا ب 5000 درهم دخلوه دابا يديروا 5000 درهم. هنا ما عندناش 5000 درهم، السيد هذا راه كيبات على الزنقه راه دايرين فيه خير، خير في الله سبحانه وتعالى جبناه لعندكم انتم تعاونوا معنا. الا كاين شي 2000 درهم ولا 5000 درهم نقدر نعطيها لكم ونغامر معكم دابا. قال لك لا 5000 درهم باش نعرفوه، بحيث قال لك هذا عنده العروقه مشمعين 5000 درهم باش نعرفوه واش غتقطعوا لي رجلي واش غنشدوا عندنا ولا غنسديوه ولا شنو. حشومه عليكم، انا كنطالبوا من وليداتهم الا شافوا هذا السيد هذا يجيو عنده في اقرب وقت. راه السيد مسكين راه كيعاني كيعاني واحد المعاناه كاينه بها الله سبحانه وتعالى. انتم كتسمعوه دابا هو كيعاني دابا، حنا كنهضروا دابا وكيعاني مسكين، فهمتي؟ راه جات قبيله شو تيفي جات الصحافه السيد مسكين راه كيعاني كيعاني واحد المعاناه صعيبه. وعنده ولدو سميتو انس، عنده طوموبيل جوج ولادو، المهم عنده جوج وليدات وواحد كيجي عنده مره في 6 شهور 8 شهور كيجي عنده، دابا ما بقاش جا عنده. وكنطلبوا من الله الا شاف هذا الفيديو هذا يجي يشوف في اقرب وقت خصو يجي عند الدكتور. حنا راه ما باخر، حنا ما حنا راه دايرين معاه مجهودنا كثار وكثار وكثار. قدر داكشي اللي غدير معاه انت ما عرفتش، حنا دايرين معاه ما ديروش معاه انت. وجي في اقرب وقت اخويا، اف ديالك اخويا راه كيموت، السيد راه كيموت مسكين، راه معاناة صعيبة. جي تعاون معانا، جي تعاون معانا، نهزوه وتعاون معانا، تعاون معانا، راه كاينين الناس اللي قادرين يوقفوا معانا. عطينا السمية، حنا ما عارفين لا السمية ديالو لا والو، عطينا فوتوكوبي قديم ما كيبان فيه لا والو ولا تصوير على السمية لا والو، ما كنعرفو لا فين كيسكن لا والو. جي اخويا الله يرحم الوالدين تعاون معانا. يعني انتم برانيين نلقاو فيكم الخير. برانيين وجينا مع السيد هذا، شو الناس هذا واحد السيد مخلي دارو هو راه كيسكن، هذا تا هو كيسكن مخلي تا هو دارو، هذا تا هو مخلي وليداته كيوقف مع هذا السيد مسكين. هذا هو هذا 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 كيجيب لي الماكلة، هذا ديما هذا هذا ديما يجي يجيب لي الماكلة وكيعطيني الفلوس، كيقول لي السيد هاك اعطيه يجيب لي الماكلة ويجيب لي الحوايج. هذا الناس هذا السيد تا هو الباهي بقى معايا جات 3 ونص الصباح في السبيطار
السيد حتى هويا ديما معاناة هذا يوميا معاه، هذا ليل صباع عشية. دابا هادو مساك هاد الجيران ديالو دابا خدام مساك عندهم محلات هنا دابا الجيران ديالو. الجيران ديالو عندهم محلات هنا 20 عام 30 عام وكيتعاطفوا معاه وكيتعاطفوا معاه مساك. شي ناس هنا قليل. لا هادو اللي واقفين معاه دابا هادو اللي واقفين اللي من هنايا. تاهما الجيران ديالو تاهما. هادو كاع الجيران ديالو. الجيران ديالو كيعرفوه. كاين شي ناس من اللي كيجيو حتى كيدوروا معاه كيجيب العصير كيجيب الماكلة ما واش كيجي. الناس كتجي من هنا الناس كتجي من هنا. كاين واحد المرأة مسكينة أزهار. الله يرحم لها الوالده واحد الاستاذه هي لا بنتها اللي كتطيب الماكله كتجيبها لها. الله يعاديك. اذا دابا انتم اللي كتقلبوا عليه هو هذا السيد دابا الحاله ديالو من التدهورات فاش ديتو بغيتي ديروا ليه الراديو طلبوا لكم 5000 درهم. 5000 واش فيها صيفطونا ايرجو من ابو الوفي. ابو الوفي صيفطونا ايرجو. لا دخل عندنا هنا خويا دخل عندنا هنا الله يرضي عليك. من ابو الوفي صيفطونا ايرجو. عطيه الميكرو. دير لها احلى اسمه. صيفطونا ايرجو من ابو الوفي صيفطونا الميز وما عطاوناش الوقت. كدخلوه من هنا لهنا لهنا والو درنا السكانير الاول درنا التخطيط ديال القلب ما عطاوناش الوقت داونا 37 جات الطبيبه قلبت لي رجلي من التحت قالت لك خاصكم 5000 درهم حنا ما عندناش يلا جمع لنا شي حاجه قليله حنا ما عندناش مشكل في الفلوس خاصنا نولدوا باش يجي يعطينا غير السميه ديالو باش ندويو يعني مدخلينه بلا اكس 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 داخل داخل اكس ولد ديالو شي حدا باش ندويو حنا ما عندناش مشكل حنا نتعاونوا معاه وندوروا ونجمعوا ليه خاص ولدو يعطينا غير السميه ديالو. انا السيد داخل اكس مسكين داخل اكس ها الوراق ديالو ها الوراق كلشي كاينين هنا هذا خلصنا ديال 800 درهم هذه 800 درهم 800 درهم هذه هي هذه هي اللي باقا لنا 5000 درهم هذه يطلبوا لكم فيها 5000 درهم 5000 درهم السيد دير لي اكس دابا هو السيد صافي السيد يقدر يقطعوا لي رجليه الدم ما كيدورش في الصباع الصبعان صافي مشاو شوف شوف قبيلا عاوتاني دينا عاوتاني هو الوافي كتبوا لنا هذه الورقه هذه قال لك هذا راه ارجو السيد هذا ارجو هذه ديال الدم حاد قال لك فقر الدم حاد ما فيهش الدم الدم حاد ودك ليه الدري البرا ما كاينش الدم ارجو شوف هذا قبيلا هادو اللي خرجوا لنا البارح شتيه او غنشريو ليه عاوتاني دابا غنمشيو نشريو شتيه الدواء هذا اللي خرجوا لنا هاي هادي باش دوزنا ليه عاوتاني البارح شا دير دوزنا ليه البارح الشرايين غتصاور صاور هادو هما العروق اللي في رجليه هادو العروق اللي في رجليه عريتو ودارت لي واحد الماساج وبدات تقلب لي بلابار شا العروق ديال رجليه وهاد دابا هاد الناس واش هاد الناس واش ذكرتوا لهم بان هاد السيد راه كيعيش غير في الزنقه قلتوها لهم هما ما عرفوش علينا والله الا شي شرط التخطيط ديال القلب التخطيط ديال القلب شيه جينيرال شيه السيد فواحد الحاله يعني داروا لي التخطيط ديال القلب داروا لي كل شيء داروا لي كل شيء وفي الاخر ما شدوهش ما شدوهش هذا السيد واحد الحاله بيعها ما شدوهش دابا هاد ال 5000 درهم قال لكم نديروا الراديو نشوفوا واش نشدوه ولا ما نشدوهش هذا هو المشكل نشوفوا واش نشدوه هذا مش عالي ماشي ما نجمعوهاش لي خاصو ينعس سعيد عشان 5000 درهم بغا يجيب بنات في الزنقه بحال هكا والله يا خويا ماشي مشكل جات هزات لومبيونس من هنا الدوله حوت سيدي تما الوقت كبير والله ما كنقدرش خذ الميكرو خذ الميكرو باش تهضر معنا باش تسمعوك ديك جات لومبيونس هنايا داتو سيدي اسمع لاحتو اتما لا غطا لا مخده جيت دخلت على الطبيب هضرت معاه قلت ليه خويا هاد السيد جيتو قال لي ما عندي ما ندير ليه غادي ندق ليها برا وغادي نلوحو تما والله الا شافنا مسكين تلاح لنا بحال ولاد قال لك والو مشي قال لك ديني تبقى نبقى هو مسكين هو مسكين قال لك هو قال لك ارضوني قال لي ارضني اخويا قال لي انا بقيت هنا حتى الصباح نموت شدي الطاكسي شدينا طاكسي جبتو وهذه الباه ديال بو الوافي ارجو قال لك السيد هذا راه يقطعوا لي الجيب ارجو ها هو 22 ها هو البارح 22 3 2022 البارح خسرت عليه شي 1500 درهم من غير الشهر اللي فات الله يجعلك في الميزان المقبول خويا ما كاين شي مشكل حنا خصها تتقاد امور الله يهدي من الصالح اما كلشي ورجلي لتحت راه الحال لا يرتى لها شوف رجلي راه مشكله شوف الله 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 الله
واش هذا الابن ديالو ما كيتواصلش مع الاب ديالو ما كيتواصلش معاه؟ والو كيتواصل معاه ما كيتواصلش معاه. كيجيب السياره ديالو كيمشي. السياره ديالو مره في 8 شهور مره في العام فاش كيجي. وكيجيب السياره ديالو كيمشي بحالاته. بعدا انا بعدا 3 شهور هو باش مرض دابا. انا بعدا عامين وانا هنا عامين والصرف وانا هنايا شفتو جوج مرات. جا عنده جوج مرات. 13 عام وحنا معاه. عامين وانا هنايا جوج مرات. مدة عامين جوج ديال المرات. جوج مرات. دخل فوق جوج مرات. انا البارح كنت في السبيطار معاه. هو معايا السيد هذا ياك كنت معايا. ضربات 12 دولار وبويص عليا الوالد. قال لي فينك اولاد؟ كنت في السبيطار مع ذاك السيد. هي تخلعت عليه. انا في السبيطار. هو تخلع عليه. والله تخلي تخلي تباك ناس في الزنقه محشوم مشكله. جارنا مش اقرب وقت خويا جارنا 40 عام ولا كنعرفو. جيو نهضرو باك. شنو الرساله ديالكم دابا نتوما للمسؤولين ديال الصحه ولا المحسنين؟ اشنو الرساله ديالكم نتوما دابا؟ الرساله ديالنا تقوى تقرب وقت. حنا بغينا ينعس والله باش يبقى بحال ما هكا في الزنقه. راه امبوسيبل انه غيبقى. ها الشكا تصب وحاله والبرد راه دابا تحط عليه بقى كله كيقفقف. حنا غنجمعوا الفلوس غادي نكسب الا ندوروا على الناس المحسنين غنجمعوا الفلوس. ولكن خصو ينعس خصو الحل. راه ماشي غير نعطيو الفلوس في الخو غيقول لنا صافي يديو فين غنجيبوا اللحونه عاوتاني في الزنقه. معقول خصو نعطيو الفلوس باش ينعس. دابا انت تجيتي كتصور فرحنا البارح باش فيلمي فيه كيشوف واش غيديو له. درنا القال درنا هادي قلنا صافي قلنا صافي راه غادي ينعس. صافي توصلنا لواحد الباب الدري معنا التاك اللي كان معنا من الطوبي قال لي صافي اخويا خالد راه الباب هذا هو اللي بقى لينا نوصلوا لهذا الباب ويتعكسنا ديك فيه. هذاك الباب هو اللي بقى هذاك هو اللي كيدخل البلونك نعس. دابا انتوما درتوا ليه الراديو الاول قلتي لي عند اختصاصي ب 150 درهم. هذاك 150 درهم الاول. هذاك هو اللي عطاكم بانه عنده عروق مبوشين. خرجنا الدواء هذاك. خرج لكم الدواء. الدواء قلنا ديو. درتوا الراديو الثاني ب 800 درهم قلتي لي. هذاك جبناه بعدا جبناه نكمل لك جبناه. ملي رجعنا الكونترول قال لي خويا هذا ارجو. ديناه ارجو البارح قال لك دير هذا الراديو هذا درناه ب 800 درهم. قال لك سير دير الخطه ديال القلب درناه. سير دير الاشعه درناهم. نرجع لعندك قلت خويا غتخلص على 5000 درهم ديال هذا الراديو اخر راديو قال هو هذا يما هنا يما هنا. قلت باش تدخل لواد قلت له شنو قلت لك باش تهبطوا البلوك تخلص 5000 درهم باش نعرفوا واش غيهبط ولا ما يهبطش. المشكله تعاوني معنا ما عرفناش داروا ليه في الانعاش. خويا خلص دخل ما خلصتيش سير. قالت لك دابا عطاك 3 ايام 4 ايام قالت لك ملي تجي ما تدور لا هوك لا هوك عندك قضيه سهله غتجي ديك 37. اذا السيد راه يقدر يتوفى هنايا راه يقدر يموت هنا هذا السيد. قالت لك يقدر شي صباح يصبح ميت هنا. بعيد خويا. قالت لك دابا ملي غترجع ما غتبقاش الاجراءات بحال الاول. دابا تخلصتي ودرتي ودرتي غتجي ديريكت عندي غتخلصها 5000 درهم وغنهبط. 5000 درهم واخا ما عندوش 5000 درهم سهله عندها هي 5000 درهم. انا ما نكذبش عليك انا كون كان عندي خلص دابا راه نجمعوا لي ولكن المشكل غنجمعوا ان شاء الله فهمتي غيبقى من غير يتعاونوا معنا هما. دابا هو كل شيء بانه كيمشي كيبقى هذا السيد وهذا السيد كيجيو عنده بالليل حنا بعاد. انا دابا غادي نمشي دابا يلاه دويت معاه دابا قبل ما تجي حتى شي 5 دقائق دويت معاه فيش بالجوع قال لي كاين صابر حتى قال لي دابا المشكل غادي في الامر ولا كياكل كيرد. الماكله مابقاش كيقبلها بزاف باش تدخل. عطونا شي رقم اللي غيتواصلوا معاه الناس ولا المسؤولين ديال الصحه. الرقم ديالي ولا عاطيه دابا الناس. اعطينا الرقم الله يرضي عليك نحطوه للمشاهدين. 06 71 37 96 45. عاود 06 71 37 96 45 وكنطلبوا من ولادهم. احنا بغينا الاسم ديال الاولاد. الا شافوا يجيو لعندو في اقرب وقت. واش هو ما عنده لا اوراق مسكين لا والو؟ لا والو حتى لا كارت ديالو مسكين. محيه محيه غتشوف مي بان فيها والو. فيها فوتوكوبي. فوتوكوبي مقطع. كنطلبوا من وزاره الصحه توقف معانا. السيد مسكين راه كيضيع. السيد مسكين راه كيموت مسكين السيد هذا. ما تخسروا والو ما تخسروا عندنا والو. غتدخلوا على السبيطار وغتصوانيه مسكين. داك الشيء داك الشيء اللي قدركم عليه راه غادي ديروا راه والو ما تخسروش شي حاجه. هذه الساهله نشدوا الحاله ديالو باش المشاهدين يشوفوه معنا مزيان الحاله ديالو. وهذه كذلك رساله للناس المسؤولين ديال الصحه اللي خصهم اخويا يتعاونوا معنا الدار البيضاء على هذا السيد هذا. هذا السيد هذا راه ماشي بعيد لا قدر الله اننا نسمعوا بانه توفى. الوفاه قريبه صاحبي وغادي يذكرنا بالحاله ديال واحد السيده اللي كذلك كانت توفات. هانتوما شوفوا معنا هذه الحاله ديال السيد. شوفوا معنا الحالة ديال هذا السيد هذا. شوفوا معنا وكنعتذروا للبشاعة ديال هذه الصور ولكن حنا
الدور ديالنا هو نقلوا لكم الصوره، نقول لكم الحاله، وكيبقى المواطن، كيبقى المواطن هو اللي عنده بعض الله انه يعقب ويعلق على مثل هذه الحالات. كتلاحظوا معنا هذا السيد هذا اللي سميتو صالح، ياك سميتو صالح ملقب كناوش. يعني هذا السيد هذا بوصالح هذا شحال في عمره تقريبا؟ في شي 70 عام، 74 هذيك 75، يعني 75 سنه، رجل مسن كينعس في الشارع، ورغم ذلك كان كيعيش قساوه ديال الحياه. ولكن الان المرض راه كيعزو امامه الجبابره. يعني هاد السيد هذا وردني هادي يا صاحبي، راه ما تعرفش شنو كاين، راه حنا نقدروا ندوزوا في المرحله ما تقدرش تقول انا ها ولا عندي ها ولا عندي فلوس ولا عندي مبلاش. اي واحد يقدر يدوز من المرحله هذه. الدنيا صعيبه اخويا، وكنطلب من وزاره الصحه، وزاره الصحه هاد السيد مسكين راه كيضيع كيموت، تعاونوا معنا في اقرب وقت. بغينا لكم تجيو دابا تجيو المندوبه الاقليميه، المندوبه الاقليميه ديال الصحه هنا، انها هاد الحاله يدخلوا على الخط مادام هاد السيد هذا، هاد السيد كيعيش في الشارع، وهاد كيفاش غتجمع عليه 5000 درهم؟ هذا يقدر لا قدر الله، ما عرفنا من هنا الغدا غدا يصبح ميت، ما عرفناش. كنطلبوا الله من ما يكون ما نكونوش نكونوا خاطئين في الحدس ديالنا، ولكن صراحه منا الصوره والمواطن بطبيعه الحال له التعليق. اذا الى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر. شكرا اخويا، على امل اننا ان شاء الله نجيو عند هاد الناس هادو ونسجلوا معاهم ونسجلوا مع با صالح في شي حاله اللي تكون ان شاء الله صحيه تكون احسن من هذه اللي عليها الان. اذا الى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر من هنا من منطقه ولاد زيان، على امل كما قلت اننا نرجعوا ونلقاو با صالح في واحد الحاله صحيه. وبالمناسبه كنتقدموا بالشكر الجزيل لكل هاد الناس هادو، كل هاد الجيران هادو اللي كتلاحظوا معنا، هاد الجيران اللي صراحه كيبينوا على ان المغاربه الحمد لله باقي فيهم الخير رغم الظروف ورغم الاحوال اللي كيعيشوها. ولكن رغم ذلك كاينه واحد الحاجه سميتها الانسانيه باقا عند المغاربه، اللي هما كيرافقوا با صالح، ولكن فوق طاقتك لا تلام. سي طالبي لي 5000 درهم، 5000 درهم هاد الناس كيقول لك اودي كون طلبوا لي واحد 2000 ولا هادي، قال لك يعني كيما كان خصو ينعس بها، خصو ينعس بها، ماشي غيبقى في الزنقه مليوح. عطاو 5000، واش غتعطي 5000 درهم وغتجي تلوحوا في الزنقه؟ يعني انتم كتستمعوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كتسمعوا هذه الصوره غنيه عن كل تعليق المباشر، هذا ما كنقصوا حتى شي حاجه. اذا الى هنا مره اخرى اقول اتمنى ان نعود الى هنا وبا صالح في حاله جيده ان شاء الله. اذا الى هنا كان معكم مراسل المغارب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من منطقه ولاد زيان، يحييكم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن، دائما مع قصص المجتمع المغربي. وهذه المرة قصة مؤلمة جدا، أحد الأشخاص المسنين يعيش كما تشوفوا معنا حياة مزرية، يعني معاناة صعيبة صعيبة بزاف. هذا اللي كما تلاحظوا معنا الآن هو يعني تلقينا نداء من العمال ديال المنطقة القريبة من محطة ديال ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء. هاد السيد هذا اللي كما كتلاحظوا معنا الان هو سميتو صالح كلاوش، يعني هاد الشخص هذا الاسم ديالو صالح، قادم من مدينه مراكش، هذه 30 سنه هو كيعيش في المحطه الطرقيه ولاد زيان. لكن الان صراحه الحاله ديالو متدهوره جدا. الناس العمال اللي كاين اللي غتشوفوا معنا، نتمنى انكم تتابعوا معنا القصه باش ما نحرقوش القصه، نتمنى انكم تتابعوا معنا القصه. السلام عليكم. السلام خويا، هاد السيد هذا اشنو عنده خويا؟ هاد السيد اخويا راه جاي شحال هادي هو هنايا، عنده واحد المحل من الداخل. كيفاش مسكين في الهوندا هادي؟ كيفاش شحال هادي مسكين هو؟ كيفاش هنايا وكيعاني الشتا والبرد، الشتا والبرد، ومرض دابا تقريبا شي شهر ونص ديال الشمره. كينا دوزنا لي عند واحد الاختصاصي هنايا، كينا عندو قلب من فوق عروقة ديال رجليه مبوشين، كينا الميريس البارح
حنا نسكو دخلنا سير دير تصاور دير هادي دير هادي درنا ليه واحد 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 تصاور درنا ليه درنا واحد الاشعه درنا ليه داك التخطيط ديال القلب صيفطونا قال لك سير دير لي واحد الراديو 16000 ريال درناه ملي جينا عندهم من النتيجه قال لك سير عند ديك الطبيبه ديال العرب هي اللي لقات في الاخر شرا من الصوت حتى ثلاثة الصباح حنا قال من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا ورقه كتمشي كتشوفها لك كتقول لك سير عند هذيك وعاد كتمشي عاد خصك تسنى النوم تسنى الصباح تسنى الصباح باش يطلع لك ورقه مشيتي خلصتي كتجي كيقول لك تسنى تا يلا كنتي يلا كنتي عندهم هذا الله كنتي في البيرو كنت قلت تسنى تجي عاوتاني كتلقى الدنيا عامره كتلقى الدنيا عامره مور انا غادي مرفوض وصلنا لعند هذيك مولات اللي قالت لك العروقه مشينا لعند مولات ديال العروقه قلباتها قالت لك هذا خاصو يدير هذا الراديو ب 5000 درهم ما عندوش الراديو لا ما عندوش الراديو قالت لك خاصو يدير هذا الراديو هذا ب 5000 درهم دخلوا دابا يديروا 5000 درهم هنا ما عندناش 5000 درهم هاد السيده راه كيبات على الزنقه حنا راه دايرين فيه خير خير في الله سبحانه وتعالى جبناه لعندكم انتم تعاونوا معنا الا كاين شي 2000 درهم ولا 5000 درهم نقدر نعطيها لكم ونغامر معكم دابا قال لك لا 5000 درهم باش نعرفوه حيت قال لك هذا عنده عروقه مشمعين 5000 درهم باش نعرفوه واش غتقطعوا لي رجلي واش غنشدوه عندنا ولا غنسديوه ولا شنو حشومة عليكم انا كنطالبوا من وليداته الا شافوا هذا السيد هذا يجيو عنده في اقرب وقت راه السيد مسكين راه كيعاني كيعاني واحد المعاناة كاين بيع الله سبحانه وتعالى انتم كتسمعوا دابا هو كيعاني دابا حنا كنهضروا دابا هو كيعاني مسكين فهمتي راه جات قبيله شو تي في جات الصحافه السيد مسكين راه كيعاني كيعاني واحد المعاناة صعيبه وعنده ولدو سميتو انس عنده طوموبيل جوج ولادو المهم عنده جوج وليدات وواحد كيجي عنده مره في 6 شهور 8 شهور كيجي عنده دابا ما بقاش جا عنده وكنطلبوا من الله الى شاف هذا الفيديو هذا يجي يشوف في اقرب وقت خصو يجي عندكم حنا راه ما بخر حنا ما حنا راه دايرين معاه مجهودنا كثار وكثر وكثر قدر داكشي اللي غدير معاه انت ما عرفتش حنا دايرين معاه ما ديروش معاه انت وجا خاف اقرب وقت اخويا اف ديالك اخويا راه كيموت السيد راه كيموت مسكين راه معاناه صعيبه جي تعاون معانا جي تعاون معانا نهزوه وتعاون معانا تعاون معانا راه كاينين الناس اللي قادرين يوقفوا معانا عطينا السميه حنا ما عارفين لا السميه ديالو لا والو عطينا فوتوكوبي قديم ما كيبان فيه لا والو ولا التصويره لا السميه لا والو ما كنعرفوا لا فين كيسكن لا والو جي اخويا الله يرحم الوالدين تعاون معانا يعني انتم برانيين نلقاو فيكم الخير لا برانيين وجينا مع السيد هذا شو الناس هذا واحد السيد مخلي دارو هو راه كيسكن هذا تا هو كيسكن مخلي تا هو دارو هذا تا هو مخلي وليداتو كيوقف مع هذا السيد مسكين هذا هو هذا كيجيب لي الماكله هذا ديما يجي يجيب لي الماكله كيعطيني فلوس كيقول لي السيد هاك عطيه ويجيب لي الماكله ويجيب لي الحوايج كاع الناس هذا السيد تا هو البارح بقى معايا حتى 3 ونص ديال الصباح في السبيطار هذا السيد تا هو ديما معاناة هذا يوميا معاه هذا ليه صباع عشية دابا هادو مساك هاد الجيران ديالو دابا خدام مساك عندهم محلات هنا دابا الجيران ديالو الجيران ديالو عندهم محلات هنا 20 عام 30 عام وكيتعاطفوا معاه وكيتعاطفوا معاه مساك شي ناس هنا قليل لا هادو اللي واقفين معاه دابا هادو اللي واقفين اللي من هنا تا هما الجيران ديالو تا هما الجيران ديالو كيعرفوه كاين شي ناس من اللي كيجيو حتى كيدوروا معاه كيجي بالعصير كيجي بالماكلة ما هوش كيجي الناس كتجي من هنا الناس كتجي من هنا كاينه واحد المرأة مسكينة أزهار الله يرحم لها الوالد واحد الاستاذه هي اللي بنتها اللي كتطيب ماكله كتجيبها لها الله يعاديك دابا نتوما اللي كتقلبوا عليه هو هذا السيد دابا الحاله ديالو ملي تدهورات فاش ديتو بغيتي ديروا ليه الراديو طلبوا لكم 5000 درهم 5000 درهم وشكيا صيفطونا ايرجو من ابو الواد ابو الوافي صيفطونا ايرجو لا دخل عندنا هنا خويا دخل عندنا هنا الله يرضي عليك من ابو الوافي صيفطونا ايرجو عطيني الميكرو دير لها احلى اسمو صيفطونا ايرجو من ابو الوافي صيفطونا الميزرو ما عطاوناش وقت كندخلوه من هنا لهنا لهنا هو درنا السكانير الاول درنا التخطيط ديال القلب ما عطاوناش وقت داونا 37 جات الطبيبه قلبت لي رجلي من التحت قالت لك خاصكم 5000 درهم حنا ما عندناش يلا جمعنا لي شي حاجه قليله حنا ما عندناش مشكل في الفلوس خصنا ولدو باش يجي يعطينا غير السميه ديالو باش ندويو يعني مدخلينه بلا اكس اكس داخل اكس باش الولد ديالو يجي حنا باش ندويو حنا ما عندناش مشكل حنا نتعاونوا معاه وندوروا ونجمعوا ليه خاص ولدو يعطينا غير السميه ديالو أي. انا السيد داخل اكس مسكين داخل اكس هالوراق ديالو هالوراق كلشي كاين هنا هذا خلصنا ديال 800 درهم هذه 800 درهم 800 درهم هذه هي هذه هي اللي باقا لنا 5000 درهم هذه يطلبوا لكم فيها 5000 درهم 5000 درهم
السي دير لي اكس دابا هو. السي صافي السي قدر يقطعوا لي رجلي، راه الدم ما كيدورش غير الصباع. الصبعان صافي مشاو. شوف قبيله عاوتاني دينا عاوتاني قول وافي كتبوا لنا هذه الورقه هذه. قال لك هذا راه ارجو السيد هذاك. ارجو هذه ديال فقر الدم حاد. قال لك فقر الدم حاد ما فيهش الدم. الدم حاد. ودك ليه الدري البرا ما كاينش الدم. ارجو. شوف هذا قبيله. هادو اللي خرجوا لنا البارح شتيه؟ او غنشريو ليه عاوتاني دابا غنمشيو نشريو شتيه؟ الدواء هذا اللي خرجوا ليه. هاي هادي باش دوزنا ليه عاوتاني. البارح شا دير دوزنا ليه البارح. الله يرحم الشرايين. غتصاور صاور ليا. هادو هما العروق اللي في رجليه. هادو العروق اللي في رجليه. عريتو ودارت لي واحد الماساج وبدات تتقلب لي بلا بار. وهاد دابا هاد الناس واش هاد الناس واش ذكرتوا لهم بان هاد السيد راه كيعيش غير في الزنقه؟ قلتوا لهم ما عارفوش علينا راه الا شي شباب تخطيط ديال القلب ديال القلب شتيه تخطيط ديال القلب شتيه جينيرال شتيه السيد فواحد الحاله يعني داروا لي التخطيط ديال القلب داروا لي كل شيء داروا لي كل شيء وفي الاخر ما شدوش ما شدوش هذا السيد واحد الحاله قبيحه ما شدوش دابا هاد 5000 درهم قال لكم نديروا الراديو نشوفوا واش نشدوه ولا ما نشدوش هذا هو المشكل نشوفوا واش نشدوه هذا ماشي مشمعوالي ماشي مشمعوالش ليه نشمعوه خاصو ينعس سعيد عاش 5000 درهم بغا يجيب بنات في الزنقه بحال موكا الله يا خويا ماشي مشكل جات هزات لومبيونس من هنا داو لها حوت سيدي تما الله يخليك والله الا كنت خذ الميكرو خذ الميكرو باش تهضر معنا باش تسمعوك كليك جات لومبيونس هنايا داتو سيدي تما لا حتو عتماك لا غطا لا مخده مشيت دخلت على الطبيب هضرت معاه قلت ليه خويا هاد السيد جيتو قال لي ما عندي ما ندير ليه غادي ندق ليها بلا وغادي نلوحو تما والله الا شافنا مسكينه تلحنا بحال ولادها قال لك والو مشي لك ديني تبقى نبقى حتى الصباح هو مسكين هو مسكين قال لك هو قال لك ارضوني قال لي ارضني اخويا قال لي انا بقيت هنا حتى الصباح نموت شدي الطاكسي خرج شدينا الطاكسي وجبناه جبتو وهادي البهدي البنوافي ارجو قال لك السيد هذا راه يقطعوا لي رجليه ارجو ها هو 22 ها هو البارح 22 3 2022 راه البارح خسرت عليه شي 1500 درهم من غير الشهر اللي فات الله يجعلك في ميزان مقبول خويا ما كاين شي مشكل حنا خصها تزكاد امور الله يعادي ميرا صافي اما كلشي ورجلي لتحت راه الحال لا يرثى لها شوف رجلي راه مشكله شوف 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 رحال لا يرتلى الله 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 راه خصنا ليها ما كانوا دايزين بالكيح راه خصنا عليه الله 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 كيشوفوا الاب ديالهم في هذه الحاله بحال ما خليه شوف الله 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 شوف الاب ديالك قول شوف شوف تخليه واش هاد الابن ديالو ما كيتواصلش مع الاب ديالو ما كيتواصلش معاه والو كيتواصل معاه ما كيتواصلش معاه كيجيب السياره ديالو كيمشي السياره ديالو مره في 8 شهور مره في العام فاش كيجي وكيجيب السياره ديالو كيمشي بحالاته بعدا على ثلاث شهور هو باش مرض دابا انا بعدا عامين وانا هنا عامين والصرف وانا هنايا شفتو جوج مرات جا عنده جوج مرات 13 عام وحنا معاه عامين وانا هنايا جوج مرات مدة عامين جوج ديال المرات جوج مرات تخلي فوق جوج مرات انا البارح كنت في السبيطار معاه هو معايا السيد هذا ياك كنت معايا ضربات 12 لارا وبويص عليا الوالد قال لي فينك اولد كاين في السبيطار مع داك السيد هي تخلعت عليه انا في السبيطار هو تخلع عليه والله تخلي تخلي تا باك ناس الزنقه محشوم شكون جارنا ماشي شي واحد خويا جارنا 40 عام ولا كنعرف جيو نهضروا باك شنو هي الرساله ديالكم دابا انتم لا المسؤوليه ديال الصحه ولا المحسنين اشنو هي الرساله ديالكم انتم دابا الرساله ديالنا التقوى يتقربوا حنا بغينا ينعس والله ينعس باش يبقى بحال ما هكا في الزنقه راه امبوسيبل انه غيبقى الشكا تصبو وحاله والبرد راه دابا تحكم عليه بقى كله كيقفق حنا غنجمعوا الفلوس غادي نكسبي الا ندوروا على الناس محسنين غنجمعوا الفلوس ولكن خصو ينعس خصو الحل راه ماشي غير نعطيو الفلوس في الخو غيقول لنا صافي يديو فين غنجيبو اللحو هنا عاوتاني في الزنقه معقول خصنا نديرو الفلوس باش ينعس دابا انت تشيتي كتصور فرحنا البارح فيلمي فيه كيشوف غير واش غيديو تخطيط ديال القال درنا هادي قلنا صافي قلنا صافي راه غادي ينعس صافي توصلنا لواحد الباب الدري معنا التاك اللي كان معنا من الطوبي قال لي صافي اخويا خالد هذا الباب هذا هو اللي بقى لينا نوصلوا لهذا الباب ويتعكس لنا داك الشيء
هذاك الباب هو اللي بقى، هذاك هو اللي كيدخل البلونش نعس. دابا انتوما درتوا ليه الراديو الاول قلتي لي عند اختصاصي ب 150 درهم. هذاك 150 درهم الاول. هذاك هو اللي عطاكم بانه عنده عروق مبوشين. خرجنا الدواء هذاك. خرج لكم الدواء. الدواء قلنا ديو. درتوا الراديو الثاني ب 800 درهم قلتي لي. هذاك جبناه بعدا جبناه نكمل لك جبناه. ملي درجع له الكونترول قال لي خويا هذا دا ايرجو. ديناه ايرجو البارح قال لك دير هذا الراديو هذا درناه ب 800 درهم. قال لك سير درنا تخطيط ديال القلب درناه. سيدي الاشعه درناهم نرجعنا عندك قالك خويا غتخلص 5000 درهم ديال هذا الراديو اخر راديو قالك هو هذا يما هنا يما هنا قالك باش تدخل الواد قلت شنو قلت لك باش تهبط البلوك تخلص 5000 درهم باش نعرفوا واش غيهبط ولا ما يهبطش مشكلة تعاوني معانا ما عرفناش داروا لي في الانعاش خويا تخلص دخل ما خلصتيش سير قالك لك دابا عطاك 3 ايام 4 ايام قالك لك ملي تجي ما تدور لا هوك لا هوك عندك قضيه سهله غتجي ديك 37 اذا السيد راه يقدر يشوف هنايا راه يقدر يموت هنا هذا السيد يقدر شي صباح يصبح ميت هنا بعيد خويا قالك لك دابا ملي غترجع ما غتبقاش تجي راس بحال الاول دابا تخلصتي ودير شي ودير شي غتجي ديريكت عندي غتخلص 5000 درهم وغنهبط 5000 درهم واخا ما عندوش 5000 درهم ساهله عندها هي 5000 درهم وانا ما نكذبش عليك انا كون كان عندي خلص دابا راه نجمعوا لي ولكن المشكل باش نجمعوا ان شاء الله فهمتي غيبقى من غير يتعاونوا معنا هما دابا هو كلشي بعدا كيمشي كيبقى هذا السيد وهذا السيد كيجيو عنده بالليل حنا بعاد انا دابا غادي نمشي دابا يلا دويت معاه دابا قبل ما تجي حتى شي 5 دقائق قلت ما فيش في الجوع قال لي اه كيصاوب لك حتى قليل ودابا المشكل غير في الامر ولا كياكل كيرد عطونا شي رقم اللي غيتواصلوا مع الناس ولا المسؤولين ديال الصحه ولا ديالي ولا عاطيه دابا اعطينا الرقم الله يرضي عليك نحطوه للمشاهدين 06 71 36 45 عاود 06 71 37 96 45 وكنطلبوا من الاولاد احنا بغينا الاسم ديال الاولاد الا شافوا يجيو عنده في اقربه واش هو ما عنده لا اوراق مسكين لا والو ما عنده لا والو قلبنا حتى الدار ديالو مسكين محيه تشوف مي قال لك فيها والو فوتوكوبي فوتوكوبي مقطع كنطلبوا من وزاره الصحه توقف معنا السيد مسكين راه كيضيع السيد مسكين راه كيموت مسكين السيد هذا ما تخسروا والو ما تخسروا عندنا والو غتدخلوا على السبيطار وغتسوانيه مسكين داك الشيء داكشي اللي قدركم عليه راه غادي ديروا راه والو ما تخسروا حتى شي حاجه قضيه ساهله نشدوا الحاله ديالو باش المشاهدين يشوفوه معنا مزيان الحاله ديالو وهذه كذلك رساله للناس المسؤولين ديال الصحه خصهم اخويا يتعاونوا معنا الدار البيضاء على هذا السيد هذا هذا السيد هذا راه ماشي بعيد لا قدر الله اننا نسمعوا بانه توفى الوفاه قريبه صاحبي وغادي يذكرنا بالحاله ديال واحد السيده اللي كذلك كانت توفات هانتوما شوفوا معنا هذه الحاله ديال السيد شوفوا معنا الحاله ديال هذا السيد هذا شوفوا معنا وكنعتذروا للبشاعه ديال هذه الصور ولكن حنا الدور ديالنا هو نقلوا لكم الصوره نقول لكم الحاله وكيبقى المواطن كيبقى المواطن هو اللي عنده بعض الله انه يعقب ويعلق على مثل هذه الحالات كتلاحظوا معنا هذا السيد هذا اللي سميتو صالح ياك قلتو ملقب كناوش يعني هذا السيد هذا بصالح هذا شحال في عمره تقريبا في شي 70 عام 74 غادي ب 75 يعني 75 سنه رجل مسن كينعس في الشارع ورغم ذلك كان كيعيش قساوه ديال الحياه ولكن الان المرض راه كيعزو امامه الجبابره يعني هذا السيد هذا الدنيا هذه يا صاحبي راه ما تعرفش شنو كاين راه حنا نقدروا ندوزوا في هذه المرحله ما تقدرش تقول انا ها ولا عندي ها ولا عندي فلوس ولا عندي الموبلات اي واحد يقدر يدوز من هذه المرحله هذه الدنيا صعيبه اخويا كنطلبوا من وزاره الصحه وزاره الصحه هذا السيد مسكين راه كيضيع كيموت تعاونوا معنا في اقرب وقت بغيناكم تجيو دابا تجيو المندوبه الاقليميه ديال الصحه هنا ان هذه الحاله يدخلوا على الخط مادام هذا السيد هذا السيد كيعيش في الشارع وهاد كيفاش غتجمع عليه 5000 درهم هذا قدر لا قدر الله ما عرفنا من غدا هنا غدا ولا غدا يصبح ميت ما عرفناش كنطلبوا الله من ما نكونوا خاطئين في الحدس ديالنا ولكن صراحة منا الصورة والمواطن بطبيعة الحال له التعليق إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر شكرا أخويا على أمل أننا إن شاء الله نجيو عند هاد الناس هادو ونسجلوا معاهم ونسجلوا مع بصالح في شي حالة اللي تكون إن شاء الله صحية تكون أحسن من هذه اللي عليها الآن
إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر من هنا من منطقة ولاد زيان، على أمل كما قلت أننا نرجعوا ونلقاو بصلاح في الحالة الصحية. وبالمناسبة كنتقدموا بالشكر الجزيل لكل هاد الناس هادو، كل هاد الجيران هادو اللي كتلاحظوا معنا، هاد الجيران اللي صراحة كيبينوا على أن المغاربة الحمد لله باقي فيهم الخير رغم الظروف ورغم الأحوال اللي كيعيشوها، ولكن رغم ذلك كاين واحد الحاجة سميتها الإنسانية باقا عند المغاربة اللي هما كيرافقوا بصالح، ولكن فوق طاقتك لا تلام. السي طالب لي 5000 درهم، 5000 درهم هاد الناس كيقول لك اودي كون طلبوا لي واحد 2000 ولا يقول لك يعني كيما كان خصو ينعس بها، خصو ينعس بها، ماشي غيبقى في الزنقه مليوح. عطاو 5000، واش غتعطي 5000 درهم وغتجي تلوحوا في الزنقه؟ يعني انتم كتستمعوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كتسمعوا هذه الصوره غنيه عن كل تعليق المباشر، هذا ما كنقصوا حتى شي حاجه. اذا الى هنا مره اخرى اقول اتمنى ان نعود الى هنا وبصالح في حاله جيده ان شاء الله. اذا الى هنا كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من منطقه ولاد زيان، يحييكم والى اللقاء.